انت عارف يا شنكة حبيب قلبي ان انا هقولك على سر النهاردة عشان انا حبيتك ملتوش لأي حد خالص. الانجليزي مكعبات، يعني اقعد هزيلي في دماغك كده ولا انت فاهم اي حاجة خالص. انا مش مجنون على فكرة، انا احمد اسامة، وفي الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم على حاجات ممكن تحطها على الافعال في الانجليش او انا بسميها مكعبات بتغير معنى الفعل تماما، او بلغة المتعلمين بتوع المدارس suffixes and prefixes in American English. Let's start. الفيديو دوت مهم ليك جدا، بالذات لو انت بتبتدي انجليش او لسه مبتدئ beginner. الفيديو ده بالنسبة لك حياة او موت، لان هو هيساعدك انك تفهم الافعال في اللغة الانجليزية بطريقة افضل. طيب قولي ليه؟ لان انا هديك النهاردة حاجات اسمها prefixes او بوادئ، كلمات من حرفين او مثلا من ثلاث حروف بتتحط على الفعل وبتغير معناه 180 درجة. ففهمك ليه prefixes ديت هيساعدك انك تفهم الافعال في اللغة الانجليزية بطريقة أفضل كتير، ويسهل عليك مشوارك مع تعلم اللغة. يلا بينا نبتدي مع بعض. أول prefix معانا وهو re. re يعني تاني، أو زي ما نقول بالإنجليش again، يعني مثلا أقولك take يعني ياخد، لكن retake يعني يعيد الأخذ. يعني مثلا لما أقولك لقدر الله لو أنت سقطت في الامتحان، فأنت المفروض تقول I have to retake the exam، انا مضطر اني اخد الامتحان، او I must retake the exam. على كده بقى اوزن اي فعل في الانجليش بيتحط عليها RE في الاول. visit يزور، revisit يعيد الزيارة، build يبني، rebuild and so on. تاني حاجة معانا وهي الافعال في الانجليش لما نحط عليها DIS. DIS بتقلب المعنى بتاع الفعل، بتجيب بقى العكس بتاعه. يعني مثلا allow بمعنى يسمح، disallow لا يسمح، appear يظهر، disappear لا يظهر او يختفي، connect يعني يتصل، disconnect ينفصل او لا يتصل. فانت شايف اي فعل في DIS بيقلب الفعل للمعنى العكس بتاعه. بعد كده عندنا over. over لما بتبقى محطوطة على الافعال في الانجليش بتبقى بمعنى بزيادة، حاجة زيادة. يعني مثلا ايه؟ sleep كلنا عارفين ان معناها ينام، لكن لما اقول لك over sleep يعني نام بزياده او راحت عليه نومه. he overslept يعني هو نام بزياده او راحت عليه نومه. عندنا كمان مثلا مثال تاني زي overwork، يعني واحد بيشتغل بزياده، بيشتغل اكتر من اللازم، وهكذا. over لما بتيجي على الافعال الاول، لما بتيجي على الافعال تبقى بمعنى بزياده. UN زي this لو انتوا لسه فاكرينها برضو بتعكس الفعل للمعنى التاني. زي مثلا اشهر حاجة لما بتعمل لواحد بلوك ويجي بعد كده مثلا يصالحك ويتكلم معاك ويقولك انا ما كنتش اقصد، بتعمل له ايه؟ بتعمل له unblock. لما بتربط حاجة fasten، تمام؟ لما بقولك مثلا اربط الحزام بتاع العربية fasten your seat belt. طب لو انا عاوز اقولك فكه هقول لك unfasten. فان زيها زي this بتعكس معنى الفعل. miss M-I-S لما بتيجي على الافعال في الاول في الانجليش بتبقى بمعنى بطريقة سيئة، يعني use يستخدم، misuse تستخدم حاجة بس بطريقة سيئة. يعني مثلا ايه؟ he misuses the internet، يعني هو بيستخدم الانترنت بطريقة سيئة. misuse. pronounce ينطق، mispronounce ينطق بشكل خاطئ. understand يفهم، misunderstand يسيء الفهم. دي اشهر البوادئ اللي موجودة في الانجليش، اتمنى تكون فهمت منها حاجة، لان دوت هيساعدك جدا في فهم الافعال. لو انت فعلا استفدت share and like عشان تستفيد وتفيد غيرك. thank you and wish you all the best.